يا ريت تعلم مع الناس واجي في حفلتي الناس تسالني عن الموضوع ده فاهم، ويشوفوني هطلع باني شخصيه فيهم، الشخصيه الاولانيه ولا الثانيه، لان انا في الاثنين بطلع في حفله، ولازم كل مغنيين كلاسيك برضو بناشدهم من هنا ما نتلخبطش. المدرسه مغامره؟ اه مغامره ان شاء الله. ايه بقى الحكايه كلها؟ اول حاجه انا طالع بدور ايساف نفسه، فده في حد ذاته مغامره، مش مغني يعني، مش دور مغني فانا واسمه مثلا كريم، لا طالع بدور ايساف جاي يغني في مدرسه، المدرسه دي فيها حكايه والحكايه دي بتحصل انا كمان، فببدا اتحول بقى، اتحول مش اتورط. اه طبعا حلو انك تطلع بشخصيتك، ده بيقربك اكتر من الناس، نقدر نقول ان هو جديد ان المغني يطلع بدور المغني، وبعدين المغني ده حصل له حاجه جوه الحكايه ويبدا يأديها، ده جديد ما حصلش. احنا دايما يقولوا في اعمال مش عارف اسمها لك ازاي، بس بتلط اصحابها يعني، لو انت واقف في مشكله هنا وانت ايساف اهو، فممكن في حياتك العاديه تلاقي نفسك لبست المشكله دي. لا ما دي حاجه حلوه والله يا راجل، والله حاجه حلوه ان الحكايه دي يا ريت تسمع كده للناس. يعني الحكايه اللي هتحصل لنا في الفيلم دي او هتحصل لي، يا ريت تعلم مع الناس واجي في حفلتي الناس تسالني عن الموضوع ده فاهم، ويشوفوني هطلع باني شخصيه فيهم، الشخصيه الاولانيه ولا الثانيه، لان انا في الاثنين بطلع في حفله. انت محيرني كلام ده، كلام ده غامض. اه والله ما هو كده فعلا، ده اللي اصلا شدني للموضوع فاهم، انما حد يلطني ما حدش عارف يلطني. الله عليك جامدين يا مؤاخذه يعني. طب بصراحه اسف، كانت تجربك السينمائيه مش دايما موفقه صح، فهنا انت بتعوض ولا انا ماشي برضو زي ما تيجي؟ لا طبعا، اولا التجارب الفنيه كنت انا صغير سنا، وكان عندي ما عنديش خبره ان انا في تمثيل ورق، كانش عندي الخبره دي، لكن دلوقتي اصبح عندي الخبره دي طبعا الحمد لله بفضل الله. طبعا بفضل ان انا بالعكس، انا جالي اعمال كتير قوي السنه اللي فاتت دي رفضتها كلها، لاني مش عايز اعمل عمل وخلاص، مش عايز اتواجد وخلاص، خلاص ما بقاش في وقت للكلام ده كفنان، مش مفيش وقت في عمري اعمار بيد الله، لكن مفيش وقت في الفن عامه، الفن بقى رتمه سريع قوي دلوقتي وبقى مختلف ومرعب انت فاهم؟ فبقيت بختار العمل هنا. الموضوع انا مش موضوع بختار العمل، انا عجبني الحكايه اللي بحكيها لك دي، بتاعت انا طالع بدور مغني وهيحصل له تريب، يهمني انا اطلع اعمل ازاي، ويهمني الناس كلها توفق طبعا يعني. عايزين الكلام عن الغنى، اخباره ايه معاك والفتره اللي جايه؟ الفتره الجايه انا زي ما بقول لك، الفتره اللي فاتت دي في المزيكا كل مغنيين كلاسيك حصل لهم هزه بصراحه، انا حصل لي الهزه دي، ومغنيين نجوم حصل لهم اتهزوا، وحصل لهم بدا نظرتهم لاعمالهم وما كمان للجمهور وللعمل الفني تختلف، فبدا يعمل اعمال بيشوف الناس بتغني ازاي وايه الكلام اللي بيجيب، مصطلحات اللي بتجيب جون مع الناس بدا يعملها، وانا عملتها ما جابتش جوان لا معايا ولا مع اي مغني كلاسيك كمان، فبالتالي لا انا واحد من الناس اللي عملت ده قبلهم وما جابش جون معايا، فبدات اراجع نفسي وبدات اجس النبض تاني عن طريق مثلا ابلكيشن تيك توك مثلا، بتعرف عليه اكبر عدد مشتركين في العالم، بدات انزل عليه جزء من اغانيه واشوف ايه اللي بيعمل فيدباك حلو قوي. عملت اغنيه اسمها ضيف شرف، لسه منزلها من اسبوعين ثلاثه كده، حته منها فيدباك كله لا هو ده ايساف، فهنا انا ابدا اركز ان الجمهور بيحب ايساف ده، خلاص انا ما بعدش عنه، حتى لو اعمل حاجه مقسومه اعملها برده بشكل ايساف، ده لازم، ومن حق ان احنا نتهز على فكره ان الفن بقى مرعب يعني، كان او في شعبي في كلاسيك، دلوقتي في شعبي كلاسيك وتراب ومهرجان برضه حلوه يعني، انا لسه شايفين اسلام شندي مع ايهاب توفيق يعني ميكس برضه صايع، ما الميكس حلو ان انا حتى لو اغني مع مغني بيقدم لون تاني من المزيكا، ده الصح ده المطلوب دايما، الديو في العالم كله فكرته قايمه على الاثنين بيقدموا اشكال فنيه مختلفه يجتمعوا مع بعض بعمل فني، بس المهم العمل الفني ده بقى عامل ازاي. طب مين اكتر واحد مختلف عنك ممكن تعمله دويتو صايع؟ لا ما اعرفش، ما يجيش في بالك، لا ما يجيش في بالك، مخطط لها اصلا، بس ده بيبقى تارجت بيلعبوه. احمد سعد عمل مع دبل زوكش وعينه بقى خربت، مخطط لها طبعا. مخطط مين هو؟ بس المهم العمل الفني، اي حد بيقدم اي شكل غيري هعمله، بس العمل عامل ازاي؟ لازم اعمل حاجه برضو بشكل ايساف وبروح ايساف، لازم، ولازم كل مغنيين كلاسيك برضو بناشدهم من هنا ما نتلخبطش، احنا اتلخبطنا من حقنا نتلخبط، مش هقول لك مش من حقنا، بس لازم نرجع
اكيد لازم نجيب ودن ناس اشكال الاغاني اللي غنيناها سنين ونجحت دي لازم اكيد لان احنا اللي بنصنع الجمهور ده اساسي دورك احنا اللي بنصنع ذوق الجمهور والشعب صح. فانا انا غيور دلوقتي بصراحه على جمهور بلدي وجمهور الوطني وطن عربي كله يعني فبناشد كل المطربين اللي بيغنوا الشكل بتاعي واللي انا بغني شكلهم ما نبعدش ما نتلخبطش اخر حاجه وانا اتكلمنا على تيك توك لايفات التيك توك اخبارها معايا لا مش بعمل عمري عملت لايف ما عملتوش لا لو ان انا اعتبره لايف ستايل لا مش هقدر اعمل كده الناس بتهدي منه فلوس جبارة لا مش هقدر مش كل حاجه تجيب فلوس انا سموزين حتى ما بدردش معاه قال لي انا بعمل فلوس محترمه وفلوس ربنا يكرمه طبعا كل واحد بص كل واحد بيدير حياته زي ما هو عايز طبعا انا لا انا ممكن اطلع مثلا مره في الشهر ده الطبيعي ان انا اتكلم مع الناس ويبقى في لايف يعني لقاء حي بيني وبين الناس انما يبقى لايف ستايل او اسلوب حياه او اسلوب دخل حياه ما اقدرش اعمل كده بصراحه اكيد عايزك نورتني يا سيف ونكسر الدنيا في المدرسه يا رب اتمنى والله كلنا نكسر الدنيا وانا كمان مبسوط بوجودي معاكم النهارده حبيبي الله يخليك